ينضم إلينا من ريف إدلب الناشط الإعلامي محمود الحموي. أهلا بك سيد محمود، كيف تحدثنا عن الأوضاع الميدانية في ريف إدلب؟ أهلا بكم، تحياتي لك أخي ولي السادة المشاهدين. اليوم في الحقيقة هدوء نسبي على الجبهات وفي عموم مناطق ريف إدلب، حيث لم نصد حتى تاريخ هذه اللحظة أي طلعات جوية، سواء كان لطائرات العدوان الروسي أو لطائرات النظام التي تلقي البراميل المتفجرة والحربيات. أما بالنسبة للقصف المدفعي والصاروخي، في الحقيقة يعني الجبهات هي باردة، لم نشهد تحركات على الأرض، ولكن سوى بعض القذائف على مناطق التماس باتجاه قرية الغدفة المنس، يعني القرى الواقع في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. يعني في هذا الهدوء، يعني ربما سوء الأحوال الجوية، الأمطار كانت منذ ساعة الصباح وبنفس التوقيت، يعني الأيام الماضية شهدنا تعزيزات جلبها النظام إلى سهل الغابي ريف حما الغربي والشمالي الغربي طبعا، وكذلك تعزيزات بحسب ما وردنا هناك تعزيزات أيضا جلبها النظام إلى ريف إدلب الجنوبي. ربما يكون هناك نوايا عدوانية للنظام بالتقدم على الأرض من خلال هذه التعزيزات التي يستجلبها، سواء كان إلى سهل الغاب أو إلى ريف حلب الجنوبي. طيب سيد محمود، كما تعلم والكل يعلم أن هنا ليس هناك منظمات دولية في إدلب خاصة بعد هذا القصف، الآن كيف المدنيون النازحون يتدبرون أمورهم في ظل هذه الأجواء الشتوية؟ في الحقيقة في هذه الأجواء الشتوية الماطرة، يعني منذ بداية الشهر واليوم نحن في آخر كانون، في الحقيقة الأجواء ماطرة بشكل دائم، لذلك معاناة النازحين كبيرة جدا، يعني الناس تدبر أمورها بصعوبة قصوى، ولكن ربما هناك بعض المساعدات وهناك بعض الإغاثات، وهناك الكثير مثلا ينزح إلى مناطق يعني يقوم الناس بإيوائهم، يعني هناك معاناة كبيرة. يعني مسألة النزوح مسألة يعني مسألة كبيرة جدا، وأعداد النازحين كبيرة جدا، لأن النظام لا يقصف منطقة ولا يقصف قرية ولا يقصف قرى، يقصف مناطق واسعة، في يعني هجر معظم مناطق وصولا إلى سراقه هناك نزل. يعني ريف المعرة الشرقي بالكامل نزح، ريف المعرة الجنوبي أيضا، هذه المناطق وصولا إلى سراقه هناك نزوح كبير، حتى من مدينة معرة النعمان الكثير الآلاف نزحوا بسبب هذا القصف. هذا النزوح كله باتجاه الشمال، يعني الشمال يعني بات يغص في النازحين، في الحقيقة يعني من الصعب جدا احتواء كل هؤلاء النازحين بهذه الظروف العصيبة، لذلك المعاناة موجودة، المعاناة لم تنتهي، يعني منذ بداية العدوان والهمجي سواء كان لطائرات العدوان الروسي أو للنظام حتى تاريخ هذه اللحظات، لأن النزوح مستمر، النزوح متواصل، والمساعدات الإنسانية في الحقيقة خجولة، يعني لا ترقى إلى مستوى هذا الحدث الذي نحن فيه. أشكرك جزيل الشكر الناشط الإعلامي محمود الحموي، كنت معنا مباشرة من ريف إدلب.